ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا والرادار الاقتصادي. الحقيقة في ظل تطور وتسارع الأحداث الاقتصادية اللي بتشهدها الدولة مؤخرا، كان للقطاع المصرفي الدور الأبرز في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بلا شك، وده كان من خلال ضبط السياسة النقدية لضمان الحد من التضخم. هنعرف أكتر عن دور القطاع المصرفي وتأثره بالأحداث الاقتصادية الأخيرة مع ضيف اللي منورني الدكتور فهد جاهين الخبير المصرفي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، تشرف بحضرتك. الحقيقة احنا هنبدأ يعني كلامنا من القطاع المصرفي. في مصر بيتمتع الحقيقة بسيولة محلية قوية جدا مع نسبة متوازنة أيضا للقروض وإلى الودائع، طبعا القروض والودائع من ضمن الأساسيات. كمصرفي أنا محتاجة حضرتك تكلمني عن هذه الجزئية بالذات. اهلا بك يا فندم. هو طبعا القطاع المصرفي بيمثل حجر اساس في الاقتصاد المصري على مدار تاريخه. القطاع المصرفي من الحاجات الكويسه جدا في القطاع المصرفي المصري انه بيحوذ على ثقه العملاء في احداث كتير حصلت اثبتت ان القطاع المصرفي عنده قدره على اداره الاحداث دي بصوره تحمي حقوق العملاء وتقدم خدمات قوية للاقتصاد الوطني في ظل ظروف كتير أثبتت ده وخرجنا منها بنظام مصرفي نثق به ونعتمد عليه. لسه مستمرين في هذا الملف، أنا محتاجة أعرف من حضرتك إزاي بنقدر نواجه المخاطر اللي ممكن يواجهها القطاع المصرفي، يعني إيه في تحديات طبعا بيواجهها القطاع المصرفي، إيه الآليات اللي بنقدر ناخدها علشان نواجه هذه التحديات؟ طبعا طبيعة الأحوال زي أي ملف اقتصادي عندنا مخاطر كتير جدا بتأثر على العمل المصرفي. أهم تلك التحديات المناخ والتغيرات الجيوسياسية. ثانيا الخطر الأكبر والأهم والتحدي الكبير اللي بيواجه القطاع المصرفي والسياسة النقدية عموما هو التضخم. طبعا معدل التضخم العالية، قدرة السياسة النقدية على إدارة هذا الملف، معدلات التسارع في التضخم. كمان من ضمن التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجهنا خلال الفترة اللي فاتت والبنوك والقطاع المصرفي قدر يتخذ خطوات كبيرة جدا في الحد منها، هي مخاطر الأمن السيبراني والاحتيال المالي. دي طبعا من المخاطر صحيح. الجديدة اللي استجدت في العمل المصرفي، وطبعا كلنا متأثرين بيها وكلنا عارفين المخاطر اللي بتحصل فيها. فالبنوك طبعا والعمل والقطاع المصرفي قطع أشواط كبيرة جدا في الحد من تلك المخاطر ووضع آليات وأساليب ومحددات تحول دون استشرائها. يعني صحيح. بمناسبة القرار الأخير لصندوق النقد، كنت عايزة أعرف أكتر من حضرتك مدى أهمية قرض صندوق النقد على استقرار القطاع المصرفي. مبدئيا بيثور دايما سؤال، لماذا نلجأ إلى صندوق النقد الدولي؟ مظبوط. السؤال ده دايما بيثار ودايما بتسأله. طبعا صندوق النقد الدولي جهة دولية تهتم بعلاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات خاصة الناشئة. طب احنا امتى نلجأ لصندوق النقد الدولي وليه وايه هي الجوانب الإيجابية قبل الجوانب السلبية ليه؟ طبعا في جوانب إيجابية كتير طبعا من لجوئي لصندوق النقد الدولي، ودي مش اول مرة. بقى يا دكتور بالتفصيل، اولا دي مش اول مرة نلجأ لصندوق النقد الدولي. احنا علاقتنا بالصندوق النقد الدولي بتبدأ من بداية انشاء الصندوق سنة 1945. احنا كنا من ضمن المؤسسين للصندوق. طبعا الصندوق النقد يعتبر على مستوى العالم هو بيت خبرة واستشاري لكل الاقتصاديات لعلاج الاختلالات الهيكلية الخاصة بتلك الاقتصاديات. ليه؟ لأنه بيربط دايما القروض بتاعته ببعض الإصلاحات التي يفرضها على تلك الاقتصاديات. طبعا بنختلف أو نتفق على مدى قوة أو قبول أو رفض البعض لتلك الإصلاحات اللي بتبقى أحيانا بتبقى قاسية. طبعا طبعا. تاني سبب من ضمن الأسباب اللي بلجأ بيها صندوق النقد الدولي هو إن معدل العائد بتاعه على القروض هو يعتبر الأقل على مستوى العالم، أقل من جهات التمويل كتيرة، أقل من دول كتيرة. فبالتالي أنا لما بلجأ لصندوق النقد الدولي أنا بحصل على تكلفة تمويل أقل من أي مجال تاني أو أي مكان تاني.
ثالث سبب، وده بعتبره السبب الاهم في لجوءنا لصندوق النقد الدولي، هو ان تعاملي ومصداقيتي مع صندوق النقد الدولي تعتبر شهاده ثقه، شهاده صلاحيه للاقتصاد بتاعي، ان انا عندي قدره على إدارة مشاكلي، على سداد التزاماتي، على إصلاح الهيكلي وإدارة إصلاح الهيكلي بصورة تجعل جهات التمويل أو الدول المانحة تثق إن أنا عندي قدرة على إدارة التزاماتي. صحيح. صندوق النقد الدولي يعتبر هو الجهة اللي بتصدر الحكم ده، وبالتالي أنا محتاجها دايما عشان توجه لي ده. أكيد. في سبب رابع مهم جدا طبعا، ان الكوادر بتاعتنا او الكوادر الماليه والكوادر الاقتصاديه والبنكيه لما تتعامل مع خبراء صندوق النقد الدولي ده بيدينا زخم وبيدينا قدره خبره كبيره طبعا جدا في اداره المشاكل، زي الخلل في ميزان المدفوعات، زي المشاكل القطاع الاختلال الهيكلي اللي عندنا في بعض والأزمات القطاعات المصرفيه والازمات الطارئه اللي بنواجهها، في ظل كمان ان احنا بنتاثر دلوقتي مباشره بتاثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، التضخم العالمي ده اللي الحروب العالميه والحروب الاقليميه اللي اصبحت بتاثر علينا بشكل اكثر سلبية من عن ذي قبل. صحيح. لأن احنا العالم خلاص أصبح قرية كونية واحدة زي ما كلنا عارفين، فالتأثيرات بقت أسرع وأكثر حدة يعني. خليني أرجع بقى لسؤالي دكتور، بمناسبة القرار الأخير بقى لصندوق النقد، وإن هم كمان قالوا في المراجعة الأخيرة إن قد إيه مصر نجحت في إن هي يعني تتخطى كل الشروط اللي هم كانوا فرضينها علينا، أنا عايز أعرف مدى أهمية قرض صندوق النقد على استقرار القطاع المصرفي بالأخص. تمام. زي ما قلت لحضرتك، هو القطاع المصرفي بيدير حاجة اسمها السياسة النقدية، أو بيتبع حاجة اسمها السياسة النقدية. طبعا. السياسة النقدية دي بتتعلق بحاجات مهمة جدا لازم تتظبط. ضبط الأداء النقدي مهمة جدا. من ضمن الحاجات اللي بنعملها ضبط سوق الصرف. ضبط سعر الصرف محتاج دولارات، لأن يعني عندي مشكلة في الدولار. فمن ضمن الحاجات اللي انا بحتاجها كنظام اقتصادي مصرفي ان انا يكون عندي مصادر دولار خارجيه، بالاضافه طبعا المصادر الرئيسيه للاستثمار، قناه السويس، تحويلات المصريين بالخارج اللي خلال الفتره اللي فاتت بقت مؤشرات ايجابيه. صحيح. مؤشرات ايجابيه. فزي ما قلت لحضرتك ان قرض صندوق النقد الدولي ده من ضمن القروض غير المكلفة أو التي تكلفتها قليلة، فبالتالي بتساعدني على اتخاذ قرار بصورة أكثر إيجابية، بتزود احتياطي النقد بتاعي اللي بيخليني أقدر أخد قرار بصورة أكثر حيادية وعدم قدرة على وعدم استجابة للمخاطر الطارئة اللي أقدر أواجهها بسبب الاحتياط النقدي اللي بستخدمه أو اللي بزوده من خلال مصادر التمويل اللي منها صندوق النقد الدولي. حضرتك كخبير، أي المواطن المصري أكيد بيتساءل دايما، يقول طيب ما صندوق النقد الدولي دايما بيحط شروط ليا علشان أخد هذا القرض، طيب هل هذه الشروط اللي بيفرضها صندوق عند منح القروض بتأثر فيما بعد على السياسة المصرفية بالنسبة للاقتصاد المحلي؟ هو مبدئيا نقسم الإجابة على اللي حكيتيه. طبعا تفضل. هنقول إن أولا أنا محتاج القرض ده ولا مش محتاجه. أنا كاقتصاد أنا محتاج القرض ده. مزبوط. لأسباب كتير جدا، زي ما أسلفنا قلنا إن القرض ده تكلفته قليلة، فايدته قليلة، معدل الاستجابة ليه أو تأثيره فيما بعد على معدلات التمويل اللي هاخدها هتكون أسرع. مزبوط. لأن جهات تمويل خارجية دولية كبيرة جدا، على سبيل المثال يا فندم، خلال الشهر اللي فات في طرح دولاري عملناه في السوق الأوروبية، كنا قبل كده بناخد الطرح الدولاري ده بمعدلات عائد 19 و20%. أنا الطرح الدولاري الأخير بسبب المؤشرات الإيجابية اللي خدناها من تعاملنا مع صندوق النقد الدولي ومع شهادات ثقة خدناها من مؤسسة التمويل الدولية، الطرح الدولاري اتطرح 9%. وده فرق كبير جدا. فرق كبير. صحيح. جدا. ده لصالح الاقتصاد المصري. ده من ضمن الحاجات اللي بقول بستفيد ايه من صندوق النقد الدولي. صحيح. طيب النقطة الثانية، احنا بنقول تأثير ده على القطاع المصرفي. على القطاع المصرفي. طبعا القطاع المصرفي هو جزء من الاقتصاد. القطاع المصرفي بيدير السياسة النقدية للبلد. فعشان كده انا طبعا لازم اضبط سوق الصرف. من ضمن الشروط اللي بيحطها صندوق النقد الدولي معايير
ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازيه، ودي طبعا قطعنا فيها اشواط كبيره جدا، واتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله نحافظ عليها خلال الفترات الجايه باستمرار السياسه التحفيزيه في التعامل مع سعر الصرف اللي احنا منتجينها. يعني هاخد من كلام حضرتك ونقول ان الحكومه بالفعل كان ليها دور كبير الفتره اللي فاتت، وان هي فعلا قضت على السوق الموازيه بشكل كبير جدا، وبقى في سعر صرف ثابت، وده شيء مبشر طبعا. هل بنعتبر دي من ضمن الآليات اللي قدمتها الحكومة لزيادة دور القطاع المصرفي؟ يعني محتاجة أتكلم أكتر عن الآليات اللي الحكومة بتقوم بها لزيادة دور القطاع المصرفي وجذب المستثمرين أيضا. طيب تمام. هو القطاع المصرفي طبعا من الممولين الرئيسيين للسياسة الحكومية طبعا، ففي تعاون كبير جدا بين السياسة النقدية والسياسة المالية. فخلينا نقول ان دور القطاع المصرفي دور مهم جدا وحيوي في تمويل النهضة والتنمية الاقتصادية المرجوة في الاقتصاد المصري. طيب مصادر التمويل المتاحة او الحكومة انتهجتها خلال او الرئيسية اللي بتعتمد عليها الاستثمار الاجنبي المباشر. طبعا احنا خلال الفترة اللي فاتت عملنا صفقات رائعة جدا، دخلت لنا ايرادات غير مسبوقة للدولار، زي صفقة رأس الحكمة. صفقة رأس الحكمة على رأسه طبعا ومهمة جدا. في عندنا زيادة في تحويلات المصريين بالخارج اللي زادت بنسبة 100% خلال الفترة اللي فاتت. عندنا دخل قناة السويس تأثر شوية بس ما زال في معدلاته الطبيعية. عندنا لو بصينا للمشاكل الإعاقة ده هتلاقيها مشاكل خارجية، مشاكل خارجية زي مشاكل إقليمية زي الحروب الإقليمية اللي تمت. كل ده بيزود عندي تكلفة الحصول على السلع. زي ما دخل عندي موارد نقدية وتدفقات نقدية كتيرة في الفترة اللي فاتت، تكلفة الاستيراد زادت. مظبوط طبعا. فبالتالي انا برضو محتاج برضو اشتغل واعمل وازود برضو معدلات التدفق النقدي، وده اللي بنشتغل عليه كسياسه نقديه وكسياسه ماليه وكتمويل تجاره خارجيه وتشجيع الصناعات والانتاج والتصدير اللي بيعتبر مصدر مهم جدا من مصادر النقد الاجنبي. دكتور برضو استكمالا لهذا الحديث او هذه النقطه بالاخص محتاجه افرد فيها مساحه اكتر، اكيد الحكومه عملت اشياء او اليات رجعت ثقه المستثمرين مره اخرى، او حتى المصريين العاملين بالخارج ان هم يرجعوا تاني يحولوا الدولارات عشان يحصل سيوله دولاريه داخل مصر. يعني انا محتاجه اكتر اعرف الاليات اللي عملتها الحكومه في الموضوع ده. اهم شيء اتعمل ورجع ثقه المصريين بالخارج عشان يحطوا تحويلاتهم في القنوات الرسميه هو توحيد سعر الصرف. لان السوق الموازيه او السوق السوداء بتعتبر قاتله للاقتصاد. فالحكومه جاهده عملت على ده خلال الفتره اللي فاتت، ده قدرنا نوحد سعر الصرف. فبالتالي بقت القنوات الرسميه هي القنوات المفضله لاي حد بيحول دولار من الخارج الى الداخل في الاقتصاد المصري. تاني حاجه مهمه جدا، طرح مشروعات استثماريه لاكتساب. هو ده اللي انا عايزه اتكلم فيه. لو نتكلم في هذه النقطه بشكل اعمق شويه دكتور، المشروعات اللي تم طرحها من قبل الحكومه علشان تخلي المستثمرين يقدروا نرجع ثقه تاني للمستثمرين داخل القطاع المصري. بالتاكيد طبعا احنا عندنا خريطه استثماريه. الخريطه الاستثماريه دي بتبقى محدثه وتبقى عندها من المرونه بحيث انها تجتذب كل انواع المستثمرين. المستثمر الاجنبي اللي بيجي من اقتصادات مختلفه ليه متطلبات، المتطلبات دي لازم تكون موجوده. طب المستثمر المصري اللي شغال بره ليه متطلبات، محتاج اسس معينه في الاستثمار، مشاريع معينه يثق فيها، جهه معينه تقف وراء الاستثمار فتضمن له الاستثمار بتاعه. المستثمر المحلي والمستثمر الصغير والمشروعات الصغيره المتوسطه محتاجه دفعات اخرى وتعامل مختلف. فعشان كده بنقول ان دايما التعامل مع المستثمرين لازم يبقى وفقا لآليات مرنة، آليات متغيرة قادرة على اكتساب كل أصحاب الاستثمارات. وده والسوق المصري والاقتصاد المصري والبيئة المصرية والاقتصاد الداخلي عندنا متنوع مشجع جدا ومتنوع. صحيح طبعا، جهات كبيرة جدا
نقدر نعمل عليها ونحقق فيها نجاحات كبيره ان شاء الله. خليني اختم مع حضرتك بنقطه مهمه جدا محتاج اسال حضرتك فيها، ملف مهم الحقيقه. القطاع المصرفي بيقابل تحديات من ان لاخر، لو احنا ممكن نتكلم ايه التحديات او ابرز التحديات اللي بيقابلها القطاع المصرفي؟ انت حضرتك كخبير تقدر تسرد لنا اكتر في هذه النقطه، انا محتاجه اتكلم اكتر عنها. بصي حضرتك، طبعا القطاع المصرفي قطاع قوي. طبعا. قطاع قوي استطاع ان يجتذب سيوله عاليه جدا، السيوله وصلت فيه ما يقارب 10 تريليون جنيه. معدلات كفايه راس المال عاليه جدا وكافيه جدا وفقا لمتطلبات بازل العالميه ومعايير التقييم الدوليه، فالبنوك المصريه قويه جدا. حتى جوده الاصول في البنوك عاليه جدا، نسبه القروض المتعثره للتوظيف متدنيه جدا، ضعيفه جدا، وده دليل على قوه وكفاءه التوظيف والائتمان. ده بيديني قوه في اتخاذ القرار الاستثماري او القرار المصرفي. التحديات الكبيره اللي بتواجهنا هو اجتذاب السوق الموازيه او العمل غير الرسمي او القطاع غير الرسمي للعمل في القطاع الرسمي. يعني من ضمن التحديات المهمه جدا اللي البنوك بتشتغل عليها انها بتجتذب رؤوس الاموال خارج نطاق العمل المصرفي للقطاع المصرفي، وده حصل خلال الفترة اللي فاتت دي عن طريق طرح أوعية ادخارية كبيرة جدا زي الشهادات العالية الاستثمارية كبيرة جدا، معدل عائد كبير جدا. ده اجتذب قطاعات كبيرة جدا ما كانتش بتعمله على البنوك. فعشان كده أنا شايف إن أهم تحدي يواجه البنك هو جذب المتعاملين للبنك. ثانيا المهم جدا وده اللي بنشتغل عليه في البنوك هو مواجهة مخاطر الاحتيال والأمن السبراني، اللي البنوك بتواجه فيه مخاطر جديدة من نوعها. المحتلين بقوا عندهم قدرات كبيرة جدا عالمية، كمان الهاكرز بقوا شركات عالمية تم اختراقها بالفعل قدام عينينا. بالظبط. بس احنا الحمد لله في الحد الحمد لله يعني في امان في ده، لان عندنا سياسات تأمينية قوية جدا بتحمي ده، ثقة العملاء والتعامل معهم في الحدود الأمنة الحمد لله. أنا أتمنى طبعا نواجه ده كله خلال الفترة الجاية، لأن طبعا طالما في اقتصاد وفي حياة هيبقى في مخاطر متجددة. لازم يبقى عندنا حلول متجددة، حلول مبتكرة لمواجهة المخاطر. طيب المستثمر الفرد دايما بيسأل، أحط فلوسي في ودائع وشهادات استثمارية ولا أروح للمصدر المجمد الذهب بما أنه زينة وخزينة وأمان وهكذا؟ السؤال ده طبعا السؤال ده صعب قوي. السؤال ليه صعب؟ لان بيختلف من حاله لحاله. صحيح. بيختلف من شخص لشخص. احتياجك للاموال وتعاملك مع الاموال هو اللي بيحدد قرارك الاستثماري فيها. لو انت الاموال بتاعتك مجمده لفتره طويله او انت مش هتستخدميها خلال الفتره الجايه، فالافضل تستثمريها في اوعيه مجمده زي الذهب زي العقارات. طب لو انت الاموال بتاعتك هتستخدميها خلال الفتره الجايه، عندك اولاد في المدارس، عندك اولاد في الجامعات، هتشتري عقار قريب، هتستخدميها في اسلوب استثمار قريب، فالافضل تستخدميها في افضل وعاء حاليا او افضل اوعيه الداخليه دلوقتي او افضل استثمار انا بنصح بيه الناس طبعا هو الاوعيه الداخليه والشهادات الاستثماريه، لانها بتحقق عائد كبير جدا وخاصه للافراد غير اصحاب الخبرات في العمل البيزنس او الاعمال الخاصه. فاللي ما يقدرش يشتغل بنفسه افضل حل ليه انه يوجه امواله للبنوك عشان تستثمرها بالنيابه عنه ويستفيد بها الاقتصاد القومي ويستفيد بها الناس كلها. سريعا يا دكتور، تنصح بشراء الذهب في هذا التوقيت ولا ينتظر شويه لغايه لما يتم تثبيت سعره؟ انا نصيحتي دايما الاستثمار في البنوك. عظيم. لان دي الافضل وده الامن والثقه اكبر يعني وسهوله التصرف فيها. دكتور فهد جاهين الخبير المصرفي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على تشريفك لنا النهارده في الرادار الاقتصادي. سعيد بيك يا فندم والف مبروك على البرنامج. الله يبارك في حضرتك. مشاهدينا الاعزاء هنطلع فاصل قصير ونرجع نستعمل باقي فقراتنا، انتظرونا.